مش عارفين يوصلوا لحاجه خالص. الشغالين اتسحلوا وما نطقوش وعاملين عليهم مراقبه، بس مفيش اي مؤشر بيقول ان حد فيهم هو اللي خد الفلوس. كده يبقى اللي ببالي صح. شاهناز هنا. انا قلت كده من الاول، بس انا كنت مستني اي دليل بصمه، لكن للاسف مفيش. طب وانت ايه اللي يخليك واثق كده؟ هو بيني وبينك يا ترى انا مش واثق قوي، لان انا شفتها وهي خارجه، ولما رجعت انا كنت خارج الصبح ومعايا الشنطه، لكن انا الميدالية بتاع المفاتيح كانت طول الوقت تحت المخده، لدرجه ان انا طول الليل عمال احس تحت المخده عشان اطمن انها موجوده. عموما كده هي هرجع لك فلوسك تاني، ما تقلقش. وطي صوتك يا طارق، ممكن تدخل في اي لحظه. اهلا اهلا استاذ طارق. اهلا شاهين. ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. اتفضل استريح. شربت حاجه؟ اه البيت طلب لي. شكرا جدا. شاهيناز لو سمحت ممكن تسيبينا لوحدنا شويه؟ ليه يا مروان؟ ما انا عارفه اللي هتتكلم فيه واحنا متفقين عليه قبل كده، ولا انت غيرت رايك؟ لا طبعا اطلاقا ما غيرتش رايي ولا حاجه، اللي اتفقنا عليه زي ما هو، بس في موضوع كده انا هسال فيه المتر، وبعدين الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه لما عاوزك اندهلك. ايوه يعني الموضوع والسؤال اللي هتساله ده سر يعني ولا ايه؟ حاجه خاصه باخت الدكتوره ميرفت. اه اوكي عن اذنكم. اتفضل يا فندم. اسمع يا طارق، انا عايزك تاخد الاجراءات القانونيه، كل حاجه املكها اكتبها باسم مهتاب بنتي في حياه عيني. وصيه يعني؟ لا لا مش وصيه، يعني عشان ما يبقاش في مشاكل اتصرف يا طارق، بس بشرط. ايه هو؟ كل حاجه تفضل ملكي طول ما انا عايش. خلاص يبقى ابقى لها كل حاجه مع احتفاظك بحق الانتفاع بيها مدى الحياة. أيوة بالظبط كده. برافو عليك يا طارق. ركز معايا يا حبوكش، زي ما اتفقنا هتعمل الكلام ده بكرة الصبح، دلوقتي تقفلوا وتتكلوا على الله. ماشي. يلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما لسه بدري يا هندسة، ده الليل دخل. أنا مش عارف في إيه في البلد يا هشام. المرور واقف، في مشاكل وفي خناقات جامدة جدا. يعني إيه مش عارف في إيه في البلد؟ أنت خواجة مش من هنا ولا إيه؟ اقعد اقعد. خواجة مش من هنا؟ ليه في إيه؟ في إيه؟ النهاردة انتخابات مجلس الشعب يا ابني. ياه ده أنا كنت ناسي خالص، ده النهاردة فعلا الانتخابات. طب مال الانتخابات ومال الخناقات؟ دي محتاجة سؤال برضو. البلطجيه بتوع الحزب الوطني، هو الحزب الوطني بيكسب اللي بالبلطجه؟ طب وفي حد يقعد على الكرسي بالعافيه يعني غصب عن الناس؟ طبعا الكرسي ده مش ده اللي بيكسبوا منه وبينهبوا منه وبيعملوا احلى مصالح من وراه، والبلد ولا في دماغهم تتحرق باللي فيها. شله حراميه يا عم الحاج. ياه هم دول بقى اللي بيتحكموا في مصيرنا وبيحطوا القوانين للناس؟ ده نظام خربان يا عم. والنظام الخربان عايز منه ايه؟ مش هيولد غير برلمان خربان عشان يخدم مصالح الخربانين الكبار قوي. طب وبعدين؟ هيفضلوا امتى بقى الخربانين دول يتحكموا في مصيرنا ويسرقونا؟ المهم ان احنا ما نستسلمش عشان ما نضربش على ظهورنا ونبقى زينا زي المواشي اللي بتلف في ساقيه وعينيها مربوطه. بس هم جامدين ولاد الرفه دي برضه. احنا اللي نستاهل. عارف يا هشام؟ أنا سمعت مرة وزير الداخلية بتاعنا ده بيقول للرئيس، يا رئيس البلد دي ممسوكة بإيد من حديد. على رأي المثل لا يفل الحديد إلا الحديد. وإذا كانوا هم بشر إحنا بشر، وإذا كانوا هم رجالة فإحنا رجال منهم، وإذا كانوا هم ساقونا 30 سنة إحنا كمان لازم نتعلم نسوق. يا هشام الكلام الكبير ده، أنت منضمن تنظيم سري مثلا ولا جماعة ولا إيه؟ قول لي. يا ريت، ده أنا أتمنى، ولو كنت عملت كده كنت أول واحد هقوله عشان تبقى إيدك في إيدي.
عارف يا احمد، الناس اللي ماسكين البلد دول ما قروش تاريخ كويس، لان لو قروه كانوا هيعرفوا ان اللي عملوه 30 سنة في البشر دي هيبقى له رد فعله قريب، قريب قوي كمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. مش حضرتك تابع الاستاذ وفيق؟ انا شفت حضرتك معاه قبل كده. هو الاستاذ وفيق مش موجود؟ طب اتفضلي حضرتك ارتاحي الاول. متشكره قوي. هو هيجي امتى؟ هو الحقيقه ملوش مواعيد، انا مش عارف هيجي امتى. طيب انا همشي وان شاء الله هاجي له وقت تاني. فايزه، ازيك يا وفيق؟ الحمد لله. انا كنت عايزه اتكلم معاك كلمتين. درويش عاوز رزمة ورق من المكتبة اللي تحت. حاضر يا سعادة البي. هو معاك فلوس؟ لما اجي يا بي. طيب طيب اتفضل يا فايزة، اتفضل اتفضل استريح. انا جاي عشان اقول لك يعني احنا المفروض نتمم اجراءات الطلاق بسرعه. اشمعنى يعني؟ ايه وجه السرعه في الحكايه دي؟ اولا كل واحد من هنا بقى في طريق، فما فيش مبرر يعني ان انا افضل على ذمتك. ثانيا المفروض ان انا بخلص اجراءات السفر، فلازم اثبت في الباسبور ان انا مطلقه عشان ما يفضلوش يطلبوا مني موافقة الزوج في الرايحة والجاية. ايوه صحيح، مفيش مشكلة نتمم الإجراءات. وانت هتسافري امتى؟ اول ما الولاد يخلصوا امتحانات هقعد بس معاهم يومين ثلاثة اشبع منهم يعني، وبعدين هتكل على الله على طول. بس خليكي فاكرة تشيلي الولاد من على الباسبور عشان هم هيفضلوا معايا هنا. تاني يوم ما يخلصوا امتحانات هروح اسحب ورقهم وهديهولك طبعا، وبعدين هروح ارفعهم من على باسبوري على طول. خلاص يا فايزه مفيش مشكله، مادام ده يريحك يبقى هنخلص كل الاجراءات. طيب انا هعمل لنفسي كوبايه شاي. تشربي شاي معايا؟ لا شكرا مش عايزه. طب خليك يا وفيق، انا هعمل لك انا الشاي. دور عليهم، مش عارف درويش هو اللي حاططهم. السلام عليكم. قلت اجي اخد نفسي. ها خلصت ولا لسه؟ مفيش سكر يا وفيق. وفيق انتي مين؟ مين دي؟ انتي لمين؟ انا مراته. مرفت استني يا مرفت. مرفت
اديني سمعت كلامك ورجعت البيت عشان احافظ عليه، عشان البيت ما يتهدش، عشان خاطر مروه واحمد وامجد. وفي الاخر خالص وافقت ان ولاده كمان يجوا يعيشوا عندي في البيت، واستحملت فوق طاقتي. وفي الاخر لما اجي اعدي عليه في المكتب الاقيها قاعده معايا وعايشين في جو حلو قوي، بتعمل له كوبايه الشاي وخافك. انا اعظم يا حبيبتي، الموقف اللي حصل بس هو اللي تعب اعصابك ومخليكي تشكي في كل حاجه. انا مش عبيطه يا لبنى، ده مش شكل واحد هتطلق ابدا. طب ادي نفسك فرصه تفهمي حقيقه الموقف. انت حتى ما انتش عايزه تردي عليه في الموبايل. هرد اقول ايه؟ تفتكر ده يستاهل ان حد يرد عليه؟ انا قللت من نفسي كتير لما رجعت له. طب ردي، ردي عليه بس شوفي هيقول لك ايه. طمني، هيقول كل الاكاذيب اللي عنده. خلاص انا فهمت كويس، انا خلاص مش هرجع للراجل ده مهما حصل. الحكايه خلصت. لو سمحت استاذ جميل هنا. شكرا. لو سمحت يا استاذ امضي هنا. ممكن اطلب منك طلب اخير؟ اه طبعا تحت امرك. خلي بالك من الولاد، ما تخليش حد يعاملهم وحش مهما حصل. انت بتقولي ايه بس يا فايزه؟ دول ولادي، اخواتهم الكبار بيحبوهم قوي، وميرفت ان شاء الله هتراعي ربنا فيهم، وفوق كل ده وده هما في عناية من جوه. اول ما قسمت الطلاق تخلص هاخد منها نسخة عشان اخلص اجراءات سفري ان شاء الله. شكرين يا مولاي. السلام عليكم. سنور اتفضل يا استاذ وفيق. انا ماشيه يا لولي. استني اسمعي اللي هقول لك عليه وبعدين احكمي. اوي اهدي بس يا مرفه، تسمعي اخس عليك يا لبنى اخس. على فكره يا لبنى ما تعرفش ان انا جاي. من فضلك يا مرفه اهدي عشان نعرف نتكلم. نتكلم؟ هو في كلام يتقال؟ ايوه في. انا طلقت فايزه. يا سلام، بهمرت ايه؟ الجو الرومانسي اللي كنتوا قاعدين مع بعض فيه والشاي اللي كانت بتعملوه لك، انت فاكرني هبله؟ يا ستي والله العظيم طلقتها، ولسه راجع دلوقتي من عند المأذون، وقسمت الطلاق هستلمها بكره. واللي شفته هناك ده كان ايه؟ كانت جايه لي فجاه المكتب عشان تستعجل لي في اجراءات الطلاق عشان مسافر. خلاص بقى يا ميرفت، هو مش بيضحك عليكي، وبعدين ورقه الطلاق بكره هتطلع وتتاكدي بنفسك. يلا يا ميرفت يلا نروح، واذا مش مطمنه تعالى انا وانت نعدي على المأذون واسالي بنفسك. لا مش مطمنه ازاي يعني؟ ايه هتكدبك؟ وبعدين احنا عندنا مشكله اكبر من كده بكتير، مشكله بنتك. يلا بينا نشوف هنعمل فيها ايه. نعم. نعم الله عليك. أمي جايب لك خبر هايل. خبر إيه؟ عارفة الامتحان بتاع امبارح جبت فيه تقدير اكسلنت. مبروك. مبروك كده بس؟ عايز نعمل إيه؟ أقوم أرقص؟ لا أنا بس كنت متخيل إن أنت هتفرحي أكتر من كده. أنت عارفة الامتحان ده كان مهم جدا بالنسبة لي. اديني فرحت. وبعدين؟ الله، في ايه يا سهير مالك بترد عليا كده ليه؟ ابدا يا سيدي، مستنيه الطلب اللي هتطلبه. طلب؟ طلب ايه يا سهير؟
مستنياك طبعا تطلب فلوس عشان تنزل تحتفل انت واصحابك. ايه ده؟ لا طبعا ده ما جاش في دماغي خالص. هو انا عبيط عشان اسيب المذاكره والامتحانات واروح احتفل؟ اه يعني الدراسه هي اللي منعاك. لا طبعا يا حبيبتي وانت كمان طبعا. اسمع انا الشهر الجاي نازله مصر اقعد كام يوم، اصلي زهقت من القعده لوحدي هنا. تنزلي مصر؟ طب وانا؟ لو عايز تنزل انزل، لو عايز تقعد اقعد. طب انزل ازاي والدراسه؟ خلاص اقعد. طب ولا قصدك الفلوس؟ خلاص هسيب لك مصاريفك وفلوس الدراسه لغايه اما ارجع. كلها اسبوع واخلص من ضغط الاعصاب اللي انا فيه ده. انت قصدك على الامتحانات بتاعت الولاد؟ كل حاجه. كل حاجه؟ ازاي يعني؟ ايه ده؟ فإذا انت قصدك انك انت لما هتسافري وتبعدي عن الولاد هترتاحي؟ طبعا لا، بس وقوع البلا افضل من انتظاره. احساسك بانك منتظر الحكم بالاعدام احساس صعب، لكن لما تتعدم خلاص واقعه بتعيشه. يا سلام، ايه ده؟ ده ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ فايزه انا مش فاهم حاجه. ايه اللي انت مش فاهمه بالظبط؟ مش عارف هل انت قويه ولا انت متماسكه ولا انت عامله نفسك متماسكه عشان خاطر ما تنهاريش. لا ده انا ساعات بحس انك انت قاسيه، بس برجع اكدب الاحساس ده لاني عارفك كويس قوي. انا واقعيه جدا، بحب اعيش الواقع عشان ما اتعبش. طب يا ترى بقى يا ست الواقعيه، اتكيفتي مع طلاقك من وفيق ولا لسه بتحني ليه؟ انا ما بفكرش في حاجه دلوقتي غير امتحانات ولادي عشان بعد كده اصرف احوالي. طب قولي لي يا فايزه، هو انت حجزت التذاكر ولا لسه؟ لسه. طب ما تفكري. افكر في ايه؟ في الاستقرار في مصر، هنا جنبي في عيني وقلبي يا فايزه. فايزه صدقيني انا عندي احساس ان ممكن اعوضك عن كل السعاده اللي انت اتحرمت منها. خليكي هنا جنبي، هعوضك عن كل اللي انت افتقدتيه في حياتك، وهتعوضيني عن كل اللي قسيته في حياتي. عيشي هنا حياه حب ودفى بدل ما تسافري هناك وتعيشي حياه كلها فراغ وقسوه ووحده من غير زوج ولا اولاد. عرض مهم جدا ما يترفضش. يعني ايه؟ وافقتي؟ طبعا لا، بجملة كل الحاجات اللي عملتها في حياتي غصب عني. يا سلام، طب وليه يا فايزة؟ ليه تعمليها غصب عنك؟ ما دومتي مش مقتنعة بيها. عشان عندي ترتيب تاني خالص. خلاص؟ قولي لي الترتيب يمكن نقدر ننفذه سوا. مش دلوقتي، بكره تعرف. انا نفسي افهم ليه مش قادرين تقدروا صراحتي ووضوحي معاكم؟ ليه؟ ليه مصرين تقفلوا كل البيبان اللي مفتحه ما بيننا؟ بطلي تتكلمي معانا بالطريقه البجحه دي. اوعي تفتكر ان انا مش هقدر اعمل عليكي كنترول، ولا ما صدقتي ان الظروف اللي انا كنت فيها وقاعده عند لبنى فقلت يلا اعمل اللي على مزاجي. ماما من فضلك بلاش الكلام ده، لان انا عمري ما عملت كده، وانا اصلا ما بحبش استغل الظروف. فعلا صح، ما بتحبيش ابدا تستغل الظروف، وانا اكتر واحده شاهده على كده. اسمعيني كويس يا مروه، واخر مره هقولها لك، الجوازه دي انا وباباكي مش موافقين عليها،
وقسما عظما لو فكرتي في اي حاجه غير كده هتشوفي مننا وش تاني، فاهمه؟ دادا نادرة يا دادا. اي خدمة يا مهام؟ امال فين دادا نادرة؟ الهاني مطردتها. ليه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلاها تعمل كده؟ ابدا، انا سمعتها بتزعق لها وقالت لها لمي كل حاجتك وامشي من هنا. خدت كل حاجتها ومشيت. انا هنا تحت امرك، اي خدمة. امال مامي فين؟ يا مامي مامي الهاني خرجت. خرجت؟ طيب شكرا. ليه بس كده يا ماما؟ ليه؟ ايوه طارق، ايه الاخبار؟ يا طارق انا قلقان جدا ما بنامش. ايه؟ التحريات بتقول ان هي اللي خدتهم؟ طبعا، ما كل تصرفاتها بتقول كده. طمن يا مروان بيه، شويه كده وتبقى عندي كل المعلومات. خلاص يا باشا، انا قربت اوصل لنهايه الخيط. التحريات عندي يا باشا شغاله من النار. على فكره توقعاتك كلها طلعت سليمه، بس ما قلتليش يا باشا، لو وصلت لموضوع الفلوس ده وعرفت كل حاجه هتعمل معاها ايه؟ انا هين عليها كده واخلص منها، بس انا عايز ادبر لها على طريقه تطلع من عينيها. لا يا طارق، لا لا لا، مفيش داعي للموت دلوقتي. الموت هيريحها. أنا كل اللي يهمني يا طارق بنتي. المهم أنا هتصل بيك بكرة، ولو قدرت أنزل هعدي عليك. أوكي، مع السلامة. بابي حضرتك صحيت؟ ايه يا روح بابي؟ اقعد يا حبيبتي. انت كويس يا بابي؟ انا كويس يا حبيبتي. ايه؟ الجميل كان بيعيط ليه؟ يا بابي دادا نادرة مشيت، مامي طردتها وانا مش هنا يا بابي. هي مامي دي ما جيش من وراها غير كل المشاكل، طردتها ليه؟ مش عارفة يا بابي، بس دادا نادرة طيبة جدا وعمرها ما بتعمل حاجة تزعلني او تزعل اي حد. يا بابي بليز انا بحبها وهي بتحبني. طيب طيب حبيبتي، طيب اسكتي، ما تعتيش ما تعتيش. انا لما ترجع مامي هبقى اكلمها. بص يا حبيبتي، انا هطلب منك طلب، لو انت بتحبي بابي هتنفذه لي وانا هرجع لك دادا فورا. طبعا يا بابي، قولي اي حاجه اعملها عشان ترجع دادا نادرة. يا بابي انا بحبها قوي وبحبك، بليز يا بابي خليها ترجع. بص يا حبيبتي، بلاش بقى من حكاية أحمد ابن عمتك ده خالص. ليه كده يا بابي؟ ليه؟ مش حضرتك في الأول كنت موافق؟ ليه يا بابي؟ يا ماهي يا حبيبتي فهميني، اللي بطلبه منك ده لمصلحتك. أحمد ده يعني لا يمكن يعرف يقدرك ولا يعرف قيمتك. بعدين ما تنسيش المشاكل اللي بينه وبين مامته وباباه، عمرها ما هتخلص. بعدين يعني كده بالطريقه دي هتبص تلاقي نفسكوا عايشين طول عمركوا في نكد. وممكن كمان استاذ احمد ده يكون بيحاول ان هو عايز يتجوزك علشان يعاند معايا ويحس انه انتصر عليا. لا يا بابي لا، صدقني يا بابي احمد مش بيفكر كده، بالعكس ده ولد طيب وبيحبني بجد يا بابي. يا حبيبتي فهميني، دول ناس على قدهم يعني حالتهم تعبانه، بدور على حد علشان يحسن ظروفهم. انت بالنسبه لهم فرصه هايله. يا بابي لا مش كده، الناس دول كويسين فعلا يا بابي، واحمد ولد كويس، انا عارفاهم يا بابي كويس، مش بيبصوا للفلوس ولا للحاجات دي خالص، بالعكس. يا بابي يا بابي انا لو حضرتك ما وافقتش على احمد انا بجد هموت. يرضيك يا بابي اموت؟ يرضيك يا بابي بليز، عشان خاطري وافق، عشان خاطري. خلاص خلاص، لما اخف كده وابقى كويس كلمني يجي يقابلني. بس اسمعي، يجي يقابلني من غير ابوه وعمه والناس دي.
بجد يا بابي؟ بجد مش هتعمل معايا زي المره اللي فاتت؟ لا طبعا مش هعمل معاك. خلاص ما انا وافقت عشان خاطرك يا حبيبتي. ايه ده بجد؟ تانك يو يا بابي، انا بحبك قوي، انا بموت فيك. ربنا يخليك ليا يا بابي. احنا متاخد من اللي انت قلتها يا مروه. بصراحه انا مش مقتنع باللي احنا بنعمله، حاسس ان انا بسرقك. طب ايه البديل دلوقتي يا كارل؟ ما هو مفيش حاجه في ايدينا نعملها، وبعدين ما هو على ايدك. مش احنا حاولنا نخلي كل حاجه في النور وهما اللي صمموا على رفضهم؟ خلاص يبقى احنا هنعمل ايه؟ لازم نتصرف من وراهم طبعا. بس انت حبيبتي مقتنعه باللي انت هتعمليه ده؟ طبعا انا عايزه اعمل اي حاجه يا كرم عشان ابقى معاك. انا عارفه طبعا ان مفيش بنت ممكن تتخلى عن فرحتها، بس هنعمل ايه؟ مفيش قدامنا حاجه تانية. احنا لو ما عملناش كده عمرنا ما هنبقى مع بعض ابدا. انا ما اقدرش على كده، ده انا ما صدقت لقيتك. وانا كمان ما صدقت لقيتك، بس يا رب يا كرم تقدر التضحيه اللي انا هضحيها عشانك دي. يا مروه هتشوف انا اعمل عشانك ايه، عشان اعوضك على كل اللي عملتيه واللي هتعمليه. عشان كده انا عينتك نائب رئيس مجلس الاداره. ايه ده انت بتتكلم بجد؟ يعني انا هبقى نائب رئيس مجلس الاداره مره واحده؟ امال مرتين يعني؟ اولا عشان تبقى بحريتك تروحي وتيجي في الوقت اللي انت عايزاه، مبقاش في حد رقيب عليكي غير جوزك. احلى جوز في الدنيا انس. ايه رايك بقى، تحبي نكتب الكتاب دلوقتي وتيجي معانا ايطاليا عشان ننقي الفرش؟ ايه ده انت كمان هتجيب الفرش من ايطاليا؟ طبعا كله من ايطاليا يا حبيبي يا كرم. ربنا يخليك ليا يا رب. بس هو انا هسافر معاك ازاي؟ انت ناسي ان احنا جوازنا في الاول هيبقى في السر؟ قول لهم انك طالعه مأموريه تبع الشغل. لا طبعا اكيد هيشكوا، اصلا اي حاجه ليها علاقه بالشغل هيبقى ليها علاقه بيك، وده هيخليهم يشكوا ان احنا مسافرين مع بعض. طبعا مش عارف هنفضل في الوضع ده لحد امتى. معلش حبيبي، هو هيبقى فيه شويه تعب في الاول، بس بعد كده ان شاء الله هما كده كده هيعرفوا وهيتحطوا قدام الامر الواقع، ومش هيبقى في ايديهم اي حاجه غير ان هما يوافقوا ويباركوا الجوازه دي، مش هيقدروا يرفضوا ابدا. يعني اسافر اجيب الفرش لوحدي؟ انا واثقه في ذوقك وعارفه ان حبيبي هيشتري احلى واغلى حاجه في الدنيا. يا كبرت قوي يا مروان، ما حدش قادر عليك غير المرض. يلا بابي حضرتك خارج ولا ايه؟ انا بيت كويس يا حبيبتي، انا بس زهقت وعايز اخرج. ازاي بس يا بابي؟ ده حضرتك لسه تعبان والدكتور منبه ان ما ينفعش تنزل خالص دلوقتي. طيب خليني اكلمه الاول. استني بس دكتور. ايه؟ انا لازم اخرج. مروان قمت ليه من السرير؟ ده عايز ينزل كمان يا ماما. ايه ده معقوله؟ انت لسه ما خفتش والدكتور ما سمحلكش تقوم من السرير اصلا؟ اتحكموا فيا ولا ايه؟ يا بابي لا مش كده، احنا بس خايفين على حضرتك. شفتي بقى لما قلت لك ادخل المستشفى احسن هما كانوا هيتحكموا فيه. قلت خارج يعني خارج. يلا هتسيبي بابي كده يا مامي؟ لا هي انا تعبانه وعايزه انام ومش قادره اتكلم دلوقتي في اي حاجه. يا مامي ازاي بس؟ ده تعبان ما ينفعش يخرج خالص. والله ده شيء يخصه، انا مش هفكر له، وبعدين كل واحد ادرى بمصلحته. يعني حضرتك دلوقتي يا مامي عارفه ان كل واحد بيفكر لنفسه وادرى بمصلحته؟ تقصدي ايه بقى يا مامي؟ اقصد يا مامي ان ده نزلة تخصني وحضرتك مشيتيها، وانا ما اقدرش اعيش من غيرها يا مامي. لو سمحتي بقى لما دادا نادرة ترجع ما تمشيهاش تاني، عشان لو حضرتك يا مامي عملتي كده انا همشي وراها. نائب رئيس مجلس إدارة؟ ايوه. مش هتبقى مراتي؟ وهو كل رئيس مجلس إدارة يتجوز موظفة عنده يخليها النائبة بتاعته؟ مروة ذكية ونبيهة وشاطرة، وانا واثق انها هتغير في اسلوب الإدارة. موظفة في الحسابات تغير في اسلوب الاداره ازاي؟ افهمها اصلا في اداره شركه. يو يا زياد انا قررت خلاص. يعني حضرتك ما كنتش بتاخد رايي؟ لا 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 انا كنت بعرفك بس،
المهم جبت كل حاجتك من ايطاليا ولا فيها سفريه تانية؟ لا يا بابا جبت كل حاجه. كويس، والاسعار هناك عامله ايه؟ كله تمام زي الفل، نفس الرينج اللي احنا كنا حاطينه. عظيم، عشان ناوي اسافر كمان يومين اجيب حاجات للفيلا عشان الجواز. حضرتك عايز تغير حاجه في الفيلا؟ في حاجه دي؟ اصل حضرتك كنت بتعارض دايما ان احنا نغير اي حاجه في الفيلا. لا ده كان زمان. المهم انت ناوي تتجوز امتى؟ انا جاهز، كل حاجه جاهزه، اشوف لما وقت حضرتك يسمع. خلاص لما ارجع من ايطاليا ان شاء الله تبقى تتجوز انت الاول وانا بعديك بيومين. انت لازم تستغني عن الشغل ده خالص يا مروه. هسيب شغلي ازاي؟ مستحيل طبعا. ليه بقى ان شاء الله يا ماما؟ حضرتك عارفه اللي تلاقي شغل زي اللي انا فيه ده وتسيبه وتبقى اكيد مجنونه. خلاص احنا اتفقنا على كده، مفيش تعامل بينك وبين الراجل ده خالص، فاهمه يا ماما؟ الراجل ده محترم جدا، وبعدين هو من ساعه ما عرف رفضكم القاطع ليه وهو ما بيحاولش يحتك بيا تماما، بيبعد عني. برضه مش صح انك تشتغلي مع الراجل ده وتقبضي مرتب منه بعد اللي حصل. حرام عليكم بقى، بجد حرام عليكم يعني. انتوا رفضتوا الطلب الوحيد اللي انا كنت متمسكه بيه وقلت حاضر، دلوقتي راجعين تقولوا لي كمان اسيب شغلي؟ لا كده كتير قوي يعني، كتير بجد. انا مش حته شطرنج في ايديكم تحركوها زي ما انتوا عايزين، تقعدوا تتحكموا في مستقبلي وانتوا قاعدين بتشربوا كوبايتين شاي. انا مش هسيب شغلي، كفايه ان انا سبت الراجل الوحيد اللي انا اخترته. حرام عليكم بقى، ما تضغطوش عليا اكتر من كده لو سمحتوا، كده كتير قوي. الله. ايوه حاضر. الحقونا الحقونا، ما تعبانه قوي مش قادره. تعبانه مالها؟ تعال جيب العوائد سليمه يا رب. فيك يا فايزه؟ فيك ايه؟ مغص مغص، بس هي شكلها سيده. طب وايه اللي سكتك لغايه ما وصلت للمرحله دي؟ عمري ما كنت اتخيل ان ممكن تجيني. طب قومي 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 بسرعه، روح المستشفى يلا بسرعه يلا. لا ملوش لازمه، شوفوا لي مسكن حوالي التفرجين. مسكن ايه؟ امال لو ما كنتش ممرضه وعارفه ان السيده ما يتسكتش عليه. يلا يا فايزه يلا، لازم تروح الدكتور يلا. بقول لك ايه، انا هاخد الولاد هروح اوديهم لماما وانت لبسيها يلا بسرعه. تعالى عبير يلا 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 بينا بسرعه. انا زهقت خلاص، كل شويه عماله تعايريني بفلوسك واللي بتصرفيه، ايه دي ما بقتش عيشه بقى. انت اللي زهقت يا بجحتك يا اخي، بقى انا اللي سفرتك وخليتك تكمل دراستك، نشلتك من الحاله الضنك اللي انت كنت فيها، وجاي في الاخر تقول لي زهقت. انا ما قلتلكيش سفريني، انت اللي كنت مستعجله على السفر وقلت لي يلا نسافر، قلت لك اصبري لما ادبر تخليني في سفري، قلت لي يلا معايا فلوس ولا نسافر بيها. يا شيخ بجد تدبر ايه وتعمل ايه؟ هو انت كان حيلتك حاجه؟ ليه ان شاء الله؟ كنت شايفاني شحات؟ انا قبل ما اعرفك كنت هنا في امريكا وباكل وبشرب وعايش احسن عيشه. ورجعت عشان ما قدرتش تكمل، مش كده برضو؟ اسمعي يا سهير كلمه زياده وايه؟ هتطلقني ولا هتضربني؟ ولا هتحلف عليا اني ما اصرفش مليم عليك؟ جرايه يا سهير؟ مالك فيه ايه؟ انت زودتيها قوي. بقول لك ايه؟ بلا زودتها بلا نقصتها، هما قرشين هسيبهم لك تدبر فيهم حالك، وانا هنزل مصر. انا خلاص حجزت ونازله بعد بكره، ولما تبقى الفلوس تخلص ابقى اتصل وقول، وانا لو جه مزاجي اجي اشوفك هبقى اجي او هبعتهم لك زي بعضه، هعمل باصلي. زي ده ملتهبه جدا، لازم تتشال فورا. طب نشيلها يا دكتور. ما ينفعش، ولادي عندهم امتحانات الصبح. ما ماما معاهم، قلقان عليهم ليه يا دكتور؟ ما ينفعش، انا لازم اسافر خلال يومين تقلب كتير. انت بتهربي من العمليه كانك عيله صغيره، جرائيه فايزه كده ما ينفعش. يعني الدكتور يقول نعمل عمليه وانت تقولي لا؟ سمحت يا دكتور، اديني حقنه مسكنه وانا هبقى كويسه.
وهمضي لك اقرار ان على مسؤوليتي انا مشيت ومش هعمل عمليه. الحكايه مش حكايه اقرار، المشكله في الضرر اللي هيحصل لك. بقولك يا دكتور لو سمحت اعمل لها العمليه. يا حالي انت مالك؟ القرار قراري انا. لو سمحت يا دكتور اديني حقنه واي حد اللي اشتري حقنه من اجسخانه واديها لنفسي. خلاص هديكي حقنه مسكنه وانت حره. عقلي عقلي يا فايزه عقلي. والله اللي انت بتعمليه ده غلط عليكي. يا دكتور اديني حقنه بقى. ها الوجع خف شويه؟ الحمد لله يا اكرام. انا استاذ اللي انت عملتيه ده اسمه ايه؟ سميه خوف على ولادي. دربكه سفر وكلها يومين ثلاثه واعمل العمليه براحتي. يا سلام انا مش فاهم مستعجله على ايه. مش قادره ثانيه واحده. بالراحه بالراحه عايز ارجع يعني بسرعه عشان الحق اخلص اجراءات رجوع المستشفى تاني قبل الموظفين المصريين ما ينزلوا اجازات الصيف. طب ما تسيبي الولاد معانا كام يوم وتسافري انت واحنا هنبقى نوديهم لبابا. مش حتى يتعودوا على غياب. مش هينفع يا حبيبتي. مش هينفع. مش هينفع ليه؟ عشان الولاد هيبقوا معايا. هيبقوا معايا يعني عشان اسلمهم لباباهم واطمن عليهم بنفسي. اللي يريحك يا حبيبتي. احمد خطب وانت لسه قاعده يانا. وانت يا ابني يا حبيبي عايزين نفرح بيك بقى يا اخويا. ما تشوف منى بنت خالتك خلي الفرح يخش بيتنا بقى. ما تخافيش ما تخافيش يا ماما حبيبتي. ان شاء الله اول ما ربنا يرزقني ببنت الحلال مش هاجل ولا ثانيه. هشام ده الف واحده تتمنى وتحلم تكون مراته. وانت يا فالحه ما فيش حد بيحلم بيك ليه ولا حتى يتمناك يا فصيحه. اصطبحنا على الصبح والملك لله. اتكل انا بقى على الله على الورشه. انت كل يوم يا ماما لازم تستمميني بالكلام ده. حرام عليكي بقى. يا ماما استهدي بالله. حرام عليكي بالراحه على البيت. على فكره اسلوبك ده مش صح. مش صح؟ مش صح يعني ايه؟ يعني ايه مش صح؟ واللي عاجبك ده هو اللي صح؟ يا شيخ حرام عليك. ده انا متدمره. ده مفيش حد بيكسر في وشها بصله. يا ماما وطي صوتك. حرام عليك. هتعمل ايه؟ جديها ايه؟ زيها زي بنات غيرها كتير متأخرين في الجواز. يعني هي هتعمل ايه؟ الشباب كلها عطلة ومش لاقية تتجوز. يا ماما حبيبتي دي حالة عامة. يا حبيبي تتحرك تتلحلح. ما تفضلش قاعدة في البيت كده زي البومة. دي ما بترضاش تخرج بالبيت. دي يا دوبك تروح شغلها وترجع تحبس نفسها في اوضتها. طب ده كلام؟ نفسي تفهمي ان ده نصيب. لا هو بالدخول ولا بالخروج. يا حبيبي دي غلبتني. دي تعبتني. ده الستات كلهم بيسالوني هبة ما جالهاش عريس؟ هبة ما حدش يتقدم لها؟ لما خلاص بقيت في نص هدومي وهي حاطه ايدها في الميه الساقعه. بصراحه انا اللي ما بقتش عارف افهمك ازاي يا ماما. بقول لك دي حاله عامه. حاله عامه. رايح فين؟ هروح اشوف البت اللي عماله تسمميها بكلامك من الصبح.